باراك أوباما خطابا في ولاية أوهايو لحشد مؤيديه قبل 4 أيام من بدء الاقتراع. وتعد أوهايو واحدة من الولايات تتواصل معاناة سكان المناطق المتضررة من أعصار ساندي مع النقل ونقص الكهرباء والوقود. هذا وسط طوابير طويلة الأمريكية التي ضربها إعصار ساندي، فقد عاد عدد كبير من الأهالي إلى منازلهم التي كانوا غادروها بطلب من السلطات. تابعونا في الرياضة بعد قليل. الآن إلى الفقرة الرياضية. إن مشغولين اغتالوا إماما بينما كان في طريقه إلى مسجد أبو أيوب الأنصاري في بنغازي شرق ليبيا. مسؤولون في الأمم المتحدة بأن مقار المنظمة الدولية المطلة على النهر الشرقي لمدينة نيويورك تضررت بشكل كبير جراء العاصفة، ردا على اتهامات حول تأخر المسؤولين الأمريكيين في إرسال المساعدة لنجدة الموظفين المحاصرين أثناء الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي. قدم مسؤولو فيها ووجود احتمالات كبرى لشن طاقة جهاز الرقابة في الجيش الإسرائيلي على نشر مقابلة أجرتها صحيفة أحرمت مع أحد أفراد القوات الخاصة اعترف فيها بقتل الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية أبو جهاد عام 1988. وقالت دعوة مطالبة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بسن القوانين في الدستور الجديد. أعلنت كجماعة أنصار الدين الإسلامية أنها قررت المشاركة في مفاوضات من أجل السلام شمال مالي. ظهر مئات من أنصار الفيدرالية الجمعة وسط بنغازي شرق ليبيا مطالبين بالحكم الذاتي لهذه المنطقة. كما طالب اعتصم عشرات الأردنيين بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان للتنديد باتفاقية وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل. وقال متحدث باسم الجيش الأوغندي إن بلاده ستسحب قوتها المشاركة ضمن مهام حفظ السلام في الصومال في حال قبل مجلس الأمن الدولي ما خلص إليه الخبراء بأن أوغندا تدعم المتمردين في شرق الغونغو. وذكر أزمة الرهائن الأمريكيين عام 79 من القرن الماضي بمظاهرة ضخمة. وردد حشد يواجه موسم جني الزيتون في قطاع غزة تحديات جمة منها منافسة الزيتون المهرب إلى القطاع عبر الأنفاق وتراجع نسبة الزيت المستخلص بسبب ارتفاع درجات حرارة الصيف الماضي. ورغم هذه التحديات إلا أن الجيل القديم من الفلسطينيين لا يزال يحرص على شراء المنتوج المحلي رغم تدني أسعار زيت الزيتون المستورد. لكل مداخله ونفقاته. وأظهرت